ودعت الكويت قبل أيام أمير الإنسانية، وشفنا كم التعاطف والرثاء الموجود بالعالم. لم يسبق لزعيم في العالم أن حاز على مثل هذا التعاطف والثناء كما حصل مع المرحوم الشيخ صباح الأحمد. هذا يدل دلالة كبيرة على أن مكانة الكويت خارجياً كانت عظيمة بفعل الدور الكبير اللي كان يقوم فيه خارجياً بين الدول، حتى لقب بأمير الإنسانية، وهذا اللقب لم يأتي من فراغ. الكلمات تطول والكلمات لا تفي حقه، مهما قلنا ومهما اختزلنا بثلاث دقائق أو خمس دقائق، ما زال الألم يعتصر كل قلوب الكويتيين، ورأيناها في دموع الأطفال حتى قبل دموع الكبار. هني محبة الشعب الكويتي لحكامهم والأسرة الحاكمة، وحب الشعب الكويتي متأصل لهذه الأسرة الكريمة. حزنوا كثير على حكامهم، يفرحون بما يفرح لهم ويحزنون بما يحزن منهم. تعاطف كبير أثناء مرضه، تعاطف كبير أثناء وفاته، الكل وقف ويرثي هذه المصيبة الكبيرة على الكويت. لكن احنا شنو نقدر، يعني شنو نقدر نتعلم داخليا في هذا المجال وفي هذا الوقت وفي هذه الكلمات؟ نأخذ ونقرأ الكلمات اللي قالها الله يرحمه في دور انعقاد الثالث. يقول: أنا من يحمي الدستور ولن أسمح بالمساس له. قال أيضا: كان يدعو إلى الحرص على النظام الديمقراطي وصيانته، ويعلم الله يرحمه أن هذا عقد النظام الدستوري، والدستور هو عقد بين الشعب والأسرة. لذلك كان يحمي هذا النظام الديمقراطي والدستوري. احنا ان شاء الله هذه رسالة، ان يجب على الجميع ان يتضافر لحماية نظامنا الدستوري من كل العقبات اللي ممكن تتعرض له.